عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماجد العيدي وعبد الله الحسن AKA Pickles. يو. واليوم نلعب أول 10 دقائق من One Piece Pirate Warriors 4. هذه راح تكون اسم مقدمة اللعبة. طبعًا اللي شو اسمه، هذه اللعبة ترى معدية الأنيميشن، فاللي نعم. إيه سبويلرز؟ لا لا، أول 10 دقائق ما فيها سبويلرز، ما فيها سبويلرز أول 10 دقائق. بس شو اسمه، بس توتوريال أنت وكيد وقافون كايدل، وهذا فات كايدل معروف الناس شافوا. طبعا اللعبه احداثها لي وانو، بس مو وانو كامله، بس في اشياء ما قلنا نوريها لكم. لحظه لحظه، لوفي وكيد يبارون كايدو، ما وصلوا ما وصلوا، هذا فصل حتى المانجا ما صار، بس ان التوتوريال هاي شخصيات شايفها ما احرق عليك، في شخصيات ثانيه تطلع تحرق عليك. يعني ها يعني حتى هذا طايف المانجا لا هو مؤلف فوق المانجا. ف شو اسمه، اللعبه راح تنزل ان شاء الله باكر. اللعبة طبعا من بانداي نامكو وكوي تاكمو، هي لعبة موسو او لعبة دايستني ووريورز. خمطة بربع، تعرف بوكسين تطيق 250 واحد، ذبحت لوفي يذبح 250 واحد. احنا راح نشوف 10 دقائق عبد الله حسن كم واحد راح يذبح. زود التحمس، يصير العب اكثر من 10 دقائق؟ لا يصير طبعا. اوكي بس انا اسوي واحدة. نبلش؟ بس دراماتيك لوج. دراماتيك لوج سيستم في جاليري. جاليري اتوقع الكاتسينات وفي داونلودبل. هذا اشكره ملابس الظاهر. اي كوزمتكس، ما كوزمتكس. فري لوج وتراجر. والله كني فري لوج هذا هو الفري بلاي، تراجر اتوقع هذا مو الخاص. ليش عندهم دراماتيك لوج؟ كني اللعبه بقزرها على ترى بسافر الكورونا. ترى هي لعبه مناصه، ترى هي اشياء ما يحتاج تركيز عالي. بس باتن ماشينج بس. ايه. مربعات ومثلث نفس الشيء. والله ذكريات، والله ذكريات. يبدي زين، القصه تبدي من البدايه. من البدايه ترى وايد. ليه كايدو؟ إيه، فعشان شيء هم يحاولونك بالبداية وانو وشو تقدم لك مدينة وانو بالقتال. إيه. وغير هذا كل تحولات لوفي موجودة معاك حق التوتوريال، الفترة التدريبية. حلو. شيء يوريك شنو واحد تحصل لما توصل آخر. بعدين أنت كل البداية. ما عندك ولا شيء إلا قوم قوم نو بست. إنزين ها أوكي. هذا الحين كده. تحكم وايد سريع. طبعاً. أوكي بس مربعات الحين أوكي. متى العب موسو من على شو حد ينطرونك؟ شنو معلقه ترى هم ماتوا. طيب فيهم طيب. انا بس مستانس على حركاته اصلا. الحين ذبحت 55 واحد. اي تطمر، ليش اكس ما تطمر؟ كنا ما مو كل زال مو سوق طلعت. يوووو يخسي. ايه فوسن. على هذا قطقه كيف تراجع؟ بروح امسك تراجع عادي. انا حتى مو اليت ما عندي فوت. شوف والله الله. زين كم لاعب تقدر تلعب؟ كل لاعبين؟ وايد لاعبين. كرو لوفي كامل، نزيد عليهم كيد، نزيد عليهم لو، نزيد عليهم فيفي، نزيد عليهم فيفي موجوده؟ طق شنو كارو تيبه؟ الواست جنريشن كلهم موجودين. اوه كايدو بكمان عشان تطلعهم. هانابي طبعا شيبو كاي تطلعهم. طب ما تدري ايش كثر انا مستانس مع انه بس قاعد اعصبك ودي متهن. وانا قاعد بالاغنيه ماسك ما شو اسمه سكايبيه ايناي لما يغنيها شو اسمه اهو باكا ابي هذه. هذا لحن حماسي تحصل معاه سنهايزر كذي. سنهايزر اخونا فص بيج ماما بالحلقه الاخيره. سبويلرز هذه. ايه المشكلة قال لي مانجا. هذا المشكلة كاهية يوفو الله يعطيك العافية. عشان اليوفو سبيشل موف. اوه هذا سواها على زور، قصدي سواها على كوكيدات. شو اسمه؟ اللي قاعد ستورم. ستورم ستورم. اوكي هذا حسب قلبك. حلو، حاطين لك نجوم على الحركات، كل واحدة قوتها. نايس. اوه عدينا بعدين 1000 بيكلز. 1000 مان كيلر. 1000 مان. اوه تروفي ثاني 1000 مان كيلر. كنك تدري. لا شيء توقعته. لازم تكسر هذا صح؟ ايوه. تعالي كوي. بيج ماما. اطقها. اطر شويه. وغير تغيرت. هذه سواها على موريا. فايت مع ماريو ما حبيت موريا. لا والله كان جيد، كان بلع، كان حلو. انا احب فايتهم لما كلهم ضد اوس. كان هذا كان روعه.
زين بس كلام الروب خربت التحول مو راضي ما تبي فرانكي 7 كذا بنشوف ما ما رضى فرانكي 7 دوسها بس طقينا حطق شو بتسوي تنحت ما طقنا احنا تعال انا طاقه ما طاقتي ولا شيء اذا كنت ايش تعبان ما سويت وصل سبويلر اوف ما توقعت ما توقعت اعطاها طيارات بيج ماما يلا قاتل عاد هذا ما يغشمر المفروض المفروض طاقه واحده اموت صح لان هذا اللي صار سبويلر هذا صار هذا سبويلر خلاص ما اخذ لاني ما اخذ لاني ترى فيه والله العظيم بس قاعد لا سنيك عطى جاتك سمنت بس قاعد عطى مربع طق السمنت قاعد will to be or the cause willing to die for the cause انت ايش فيك gear 4 ترى ترافيات على الهبل هذه ترافيات تحولت ترافي ستارت ترافي زين كسر ارمره بس ليش ما فيها لوك توقع فيها لوك يخلط ار1 خسر ركضه ترى احلى من الانيميشن اللحم حلو ترى اوه 1500 عصب 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 والله شكله مركزود ضروسه ضروسه غفتني صبوه شوف ضروسه والله صبوه راح راح صك كف طيري ترى ترى انا كادر بس يعني شنو حتى مو متحول اي مو متحول الحين شكله غلط لا والله شكله لا ما في شيء اللحم حلو ترى خل دبلجه أكيد لايك لازم بالعربي طفل مثلك ما راح يقدر يصير البايرت كينج مثل كاسونيدو ما كاس الماجد نعم لا تشرب الكيدي كاو يا هذا عرفت انا انت ساعدني احلم السعوديه واحلم السعوديه طاقك معك معك هاي اوه يخزي تويست تويست لازم واحد بالبي سي يحط حلم السعوديه باللعبه المودات مودات. اوكي ردينا الحين خلصنا توقع التوتوريال الحين ردينا القصه الرئيسيه مالت تابن كنزي ون بيس ماني قايل هو موجود وروح دور عليه مو شو هذا هني كنا شانكس اي شانكس القصه الاولى لوفي وهو صغير شوف هني شوف من متى عنده شيء معاوني شخص شوف بس 9 و10 ترى ما عنده وايد لا لا بس يمكن عنده الهجمه الصغار هذول اللي ما يحطونهم كوبي بيست كوبي بيست ما اذا ما حط ايش دعوه حلو في قول ما حطوا لقطه اللي قص فيها ايده على طول سووا ما دعنا ذكروني على طول الباستا الباستا الف ما قدروا زين دي الباستا زين مو بالصفر مو من الصفر ف حلو اتوقع هني راح نخلص ولا خلينا شوي ارباست نلعب شوي ارباست لان هذا هذا الاركات المفضله اوكي ليش هذا رسم حلو كاب. اوكي الحين نقي ثلاث شخصيات زورو ولا سانجي زورو ولا سانجي شوف حتى كل واحد عنده طاقه شوف الفرق قاعد تشوف قاعد تشوف الفرق اوكي الديفنس بس بس بالديفنس نفسه الديفنس والاتاك زورو؟ زورو 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 حبيب الجوان زين احنا بارباستا شنو اللقطات اللي تذكرها بارباستا الضحك؟ لما لوفي بالسجن ويقلدهم اوكي يقلدون جسمه هذه كانت حلوه والهم لما يكون بالسجن ويطلع له تمساح يقول له بنانا بنانا يوسف يقول له هذا مو بنانا هذا كوكيداي راس بنانا يقول له بنانا لا هذا مو بنانا هذا كوكيداي بنانا يعصب اسمع ايش اقول لك هذا مو بنانا في لقطه بالصحراء اللي لوفي ياكل فاكهه كانوا يعان وايد كان ياكل فاكهه يهلوس هذا انا صدق ناسي كان يطقونه
راكب راكب لهم يقول تسونامي مع شو اسمه عباله في تسونامي هو صح سموكا سموكا يقول ما تدري في حظ تجول ما تدري في حظ تجول ليش يا صح والله صدق ما في احد ما في احد شو اسمها تاشي قالت قبل كانت طرف ثاني وهي غلط هي زين شاورما شاورما شوف 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 الحركه هذه شنو هذا انت ما كنت تدري صح اوه شوفه هذا علمه هذه مو شيء اوكي شلون زين سكاي سوى 12 واحد اخي يلا هذا صغيره صديق ولا تكبر مع الوقت اوه ايش راح حد ايش حد لحين يطيحون لحين يطيحون لازم في لوك اتوقع في لوك اضبط الانالوج بعدين ما سلوك على شخصية كالوك انالوج اوكي من هذا قطع سموكر سموكر اذا انا ما عندي هاكي هني ما قطع اوه جيستونسون جيستونسون هني تعلمها هو سواها على مستر وان اي قاعد اشوف الخريطة شوف المكان الاحمر اوه طاش كيف قاعد يطلعون هني اي لازم تحمي ربعك اذبحهم احمي ربعك عشان يخلصون اذبح الكابتن هني اذبح الكابتن هني العم موسى كل نفس الشيء اذبح الكابتن الف وصل اوه سقط مع لوفي خلاص من صار مميز اوه طلعت كومبو مالك 1260 عشان وين يطلعون اذبح الكابتن مالهم ماكس اذبح الجنود خطر وين لا افكار اوكي اذبح الكابتن هو على الكابتن وينه مات؟ مات الحلو ان اللوك ما يصير الا على الكوابتن تشوف الخريطه تشوف اللون الاحمر في الدائره الحمراء اسب واحد مرات ينطق مرات يا اخي يحط لك زورك ينطق لا زورك مو ينطق اللعبه زورك ينطق ما يصير زورك هذا يطقونه بس اوكي سوبر صدق فانت دائما لازم تخلي شو اسمه الاماكن الحمراء تصير زرقاء من خلالك تذبح الجنرالات وتنقذ روحك. بس تكتفي كذي؟ تكتفي كذي. تكتفي كذي. وهذه كانت اللعبه تنزل باكر، طبعا هي تسرب لي مرات. ونازل لي مرات. اللعبه تنزل 27، تنزل 20، 20، اقول لك 20. فانا اشوف ربعنا الاماراتيين سواء جيم سترايك، جيم ماسترز، عند اللعبة 23 غش انت اماراتي غش ما يصير شنو هذا انت محلات هناك هذول موزعين ما يدرون بالريليز ديت ما حد حتى بالكويت في بعض الالعاب ولازم لما الامارات يسربون يلا الكويت يسربون لانهم يلا الامارات اها شوف يصور عندي اللعبه اي اكيد عندك اللعبه المهم خلود على سالفه ون بيس يعطيكم العافيه على المشاهده هذا كان يعني انطباع اولي عن اللعبه اللي يحب قصه ون بيس ننصحه يلعب اللعبه بس عشان القصه كجيم بلاي شوفه عادي مو ذاك زور مو ذاك زور الحركات وايد حلوه فخاصه بالاوقات اللي احنا فيها الحجر مال الحجر اللعبه يعني قضي الوقت واستانس فيها عاد ترى هذيك في حجر كلي بعدين عشان اشوف بالسكايب ولا واتساب انت ما احب هالشيء بعد شو تسوي بعد هذا اللي قاعد مر فيه هذا يلا احب 1 تو 1 ما احب عشان كذي يعني عشان كذي يعطيكم العافية على حسن المتابعة وإن شاء الله أشوفكم بالحلقات الجاية. BS3 FMB. Peace. Peace out.